يقول نرجو من ذا ترجح عنده اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب أن يذكره لنا. العلماء يختلفون في تعيين اسم الله الأعظم على أقوال كثيرة وعلى آراء متعددة، فذكر ابن حجر 14 قولا في المسألة، وذكر السيوطي 20 قولا في تعيين اسم الله الأعظم، والإمام الشوكاني في تحفة الذاكرين ذكر أنها تقع من نحو 40 قولا، وأوصلها الريحاني إلى 60 قولا. إذن في تعيين اسم الله الأعظم في اختلاف كبير وكثير، لكن أشهر هذه الأقوال في تعيين اسم الله الأعظم، أشهر هذه الأقوال ترجع إلى قولين: قول يرى أن اسم الله الأعظم هو الحي القيوم، وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وذهب آخرون إلى القول بأن اسم الله الأعظم هو لفظ جلالة الله، وبهذا قال بعض السلف كجابر بن زيد والشعبي بن مبارك، ونسبه بعضهم كالطرطوشي نسبه إلى جمهور أهل العلم. إذا في المسألة في أقوال عديدة، يمكن أن تكون أشهر هذه الأقوال ما ذهب إليه الجمهور وهو رفض الجلالة الله، وبعضهم ذهب إلى القول بأنها تتمثل في اسمين: الحي القيوم. والذي يمكن ترجيحه ها هنا هو مدى الجمهور، من ناحية أن لفظ الجلالة الله، ناحية أن لفظ الجلالة الله يتضمن معاني الأسماء الحسنى جميعا، وأن الأسماء الحسنى هذه تفصيل وتبيين للصفات الإلهية، هذه الصفات الإلهية المشتقة من لفظ الجلالة الله، الدال على أن الله سبحانه وتعالى هو المعبود والمؤله، يعني تؤلئه الخلائق عظمة وخضوعا ومحبة. فإذا نظرت إلى الأسماء الحسنى وجدتها تابعة لهذا الاسم وهو الله، كما في قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، هو الأسماء الحسنى. ففي هذه الآية وفي غيرها من الآيات تجد الأسماء الحسنى تفصيل والتبيين لرفض الجلال، والله ثم يعقبه بعد ذلك الأسماء الأخرى، والله ثم تعقبه أيضا الأسماء الأخرى. هذه الأسماء الحسنى تكون كصفات لاسم الجلالة الله، ولهذا رجح الجمهور أن لفظ الجلالة أن الاسم الله الأعظم
يتمثل في لفظ الجلالة الله أو اسم الجلالة الله لما يتضمن فيه من الصفات الإلهية. هذه الصفات الإلهية تكون الأسماء الأخرى كصفات لها مبينة ومفصلة للصفات الإلهية. أما اسم أو اسماء الحي القيوم وإن كان يجمعان أصل معاني الأسماء والصفات إلا أنهما اسمان وليس اسما واحدا. هنا أيضا ينبغي تنبيه بالنسبة لما في السؤال أن الاسم الأعظم كما ورد الحديث إذا سئل به أعطى وإذا دعا به منح وأجاب. ها هنا ينبغي لفت النظر إلى أمرين. الأمر الأول وهو أنه الدعاء أو السؤال سؤال الله سبحانه وتعالى ينبغي أن تتوفر فيه الشروط وتنتفي فيه الموانع، أي بمعنى أنه ليس كل سؤال يسأل العبد ربه ولو بالاسم الأعظم أنه يستجيب له إذا لم تتوفر الشروط وتنتفي الموانع. من هذه الشروط الإخلاص كما ذكرنا آنفا، الإخلاص وهو شرط قبول العمل، ما قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا ابتغي به وجهه، مشتاقا لقوله سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فإذا الإخلاص هو أهم شرط من شروط قبول العمل. من الشروط أيضا الجزم في المسألة واليقين في الإجابة، أي أنه لا يسأل العبد الله سبحانه وتعالى وهو غير مبال في الدعاء، غافل عن الدعاء لاهن عنه، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن، من قلب غافل لاهن، فكان القلب غافل لاهن أيضا لا يستجيب الله سبحانه وتعالى ولو دعا بسم الله الأعظم. كذلك من الموانع التي تمنع استجابة الدعاء المال الحرام والملبس الحرام والمأكل والمشرب الحرام، هذا من موانعه، أي شرطه والأكل الحلال والمورد الحلال، ومانعه هي الأمور المحرمة كما في حديث أبي هريرة إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ثم ذكر رجل يطيل السفر أشعث أغبر يرفع يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومأكله حرام ومشربه حرام وقد غذي بالحرام فأنى استجابوا لذلك. إذن من موانع ذلك إذا كان إذا كان
موارده ومصادر رزقه كانت مصادر رزقه من حرام، فالحرام هذا مانع من موانع إجابة الدعاء. كذلك من أمور التي يمكن أن تضاف هنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ما في حديث علي وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنهما موقوفا، كل دعاء محجوب حتى يصلى على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله.